الإخوان، السلام عليكم. فيديو جديد إن شاء الله، فرجة ممتعة. وما تنسوش البارتاج الناس اللي مابونشي تابوناو، الناس يخلوا اللي بغي يخلي شي كومنتار يعني البويس ولا شي حاجة نجاوبو عليها إن شاء الله. أي سؤال أي معلومة مرحبا. أنا كما كتشوفو السمكة المحبوبة عندي نبات الدرعي والكوربين، سمكة الشامة. سمكة الشامة اللي تبارك الله ما شاء الله حين فيها 6 كيلو. من بعد إن شاء الله نبقى نعطيكم الأوزان ديال الأسماك، لأن يعني هنا الفيديوهات شوية قدام ما عقلتش على الأوزان بالضبط كاملة، داكشي علاش مكنبغيش نحط شي وزن ما مأكدش منه. المهم شي سمكة اللي كنت مأكد من الوزن ديالها راه غادي نحط يعني الوزن ديالها في مع الفيديو. من بعد ان شاء الله راه يكونوا فيديوهات جداد اللي غادي تكونوا يعني قال المعلومات، يعني يكونوا فيديوهات جداد وغتكون عندي المعلومه كامله، يعني نكون بانزل عقل الاوزان على كل شيء، وكل خرجه غنبقى نحط الفيديو ديالها ان شاء الله. تعيشوا معنا اللحظه. هنا ما شاء الله هذا النهار كانت الصفاوه اللي كتكون قليله عندنا هنا في المحيط الاطلسي هنا في الاطلنطيك، ولكن الحمد لله انا كيف ما كتشوفوا كنجبد السمكه. هناك بعض الانواع من الاسماك، المعلومه تكون عند الاخوان، بعض الانواع من الاسماك يعني مني يعني كاين اللي كتضربها في القاع كتكون قبيحه، يعني كدير واحد الديبار قاصح يعني كتمشي بسرعه وكتبقى تفركن في القاع، ولكن انفو كتطلع للسيرفاس ما كتبقاش تتحرك. هاد الاسماك منهم شامة، منهم الكوربين، منهم الميروق، يعني الميروق الوحيد اللي مكيبقاش يتحرك كاع الفوق يعني قليل. وهناك بعض الاسماك اللي كتكون صعيبه، يعني ملي كتطلع الفوق ما كتيقش فيها، على كتحاول تشدها مزيان. اقبح سمكه يعني نشتها في حياتي هي السيريول. السيريول هي اقبح سمكه يعني في من بعد البونيت، يعني انواع الطونه يعني البونيت ديك الانواع، يعني كاين السيريول واولاح، جوج الاسماك يعني راه قبيح. دابا نلوح لكم ان شاء الله واحد الفيديو عرفتيها كرفساتني واحد النهار. المهم الحمد لله السمكه هي كيف ما كتشوفوا، شوفوا الالوان سبحان الله العظيم اللي الالوان والانياب، ردوا البال منها. الانياب ديالها واحد النهار راه عطاتني في الاسبوع ديالي، راه الضفر ديالي قسمته ليا على جوج، قطعت لي صبعي من الراس ديالو. دابا نلوح لكم حتى الفيديو ديالها مع السمكه، يعني النهار كانت فراجه ولكن الفراجه نساتني في ذاك الالم ديال ذاك النهار. المهم الشامه ردوا البال منها في العضه ديالها، الشامه والباقر والدوراد. الدوراد واخا ما عندهاش السنان يعني بزاف هي والباقر، ولكن العضه ديالهم كتكون قاصحه. وما ننساوش حتى الديب الفار الحلوف، هذاك راه كلشي كيعرفه. كنحاول نقول لكم الاسماك اللي كتعض وما عارفينهاش. الحمد لله الحصيله كانت مزيانه، كانت تشامه وكان الدرعي فيه كيلو وكانوا هادوك جوج اوراق. الحمد لله والشكر لله. كيف ما قلت لكم الاخوان، هنايا الصفاوه عندنا كتكون نادره في الاطلنطيك، و واخا كتكون نادره يعني كتكون الصفاوه قاد الغرض، يعني 200 متر 300 متر في القاع، وكيكون مع الحوت، يعني كيكون مع الحوت. الحوت ولا مع لي كورون، ولاو كيدخلوا عندنا واحد لي كورون
شكلي تاني إن شاء الله من بعد نولي نصيد الصيدة.
الحوت كيكون في الشتاء، يقدر يمشي مثلا في الشتاء الحوت كيكون في الخريف. المهم عنده فوق يعني في فصل من السنه كتلقى فيه الحوت هذاك المصيد. هذا النوع ديال الاسماك، النوع ديال الاسماك يتسمى يعني نقول لي حنا هنا كابيتان، كنقولوا لي البلوطه، وبالاسبانيه البوكاديورو. يعني هذو مثلا الاسماء اللي عارفه انا، وكاين اسماء اخرى اخوان. بعض الانواع الاسماك راه كتكون الاسماء مختلفه، يعني ما بين يعني هنا في المغرب وعندنا ما بين منطقه ومن منطقه كيكون عندها اسم مغاير. يعني مثلا غير الدرعي، كاين الدرعي كنقولوا ليه الحراش، كنقول ليه بوشوك، وعاد لوباغر معروف بها، واللوبينا والروبالو اسم الشهره ديالي انا جبتهم من الدرعي. شي علاش هو اعز نوع من الاسماك اللي كنصيد عليه. كيف ما كتشوفوا يعني راه بغيت كندير لاكاشو، ما جات عندي حتى شي سمكه كبيره. كنت كنتوقع انها تجي عندي شي كوربين، لان المصيده ديال الكوربين وديال الدانتي، وبعض الاحيان كيكونوا بعض الاسماك باغار دوراد هنايا لورمون. هنا هبطت الفوندو شويه، زدت واحد 5 متر على البلاصه اللي كنت فيها. هنا كما كتشوفوا الصفوه تبدلات، يعني الفوق كان المصافي مزيان، زدت واحد 5 متر الصفوه هنا قلات بزاف. هنا جيت للبلاصه يعني قريب منها، كاين الدانتي هنايا، وكيف ما كتشوفوا يعني الدانتي هنا راه مره كيبان ليا، نتوما يقدر ما يبانش في الكاميرا مزيان، المهم راه يبان. ولكن الوقت اللي كنبغي نركز الفيزياء يعني كنبغي نصوب عليه باش نضربو، كيغبر يعني ما كاينش الصواب، يعني كيبقاش يبان ليا. وهنا كيف ما كيبان لكم في ما يبانوا لكم بعض السمكات ديال الدانتي، ولكن ما كيعطيونيش الوقت فين يعني الوقت اللي كنصوب عليهم كنبغي نضرب مع الصوم كيبقاوش يبانوا ليا. يعني بهذه الطريقه صعيب باش غادي نشد انتي الاخوان. حتى لهنايا غادي يبقى عندنا غير واحد الميديس، هو اللي غادي نطردو البال منو. هو كيف ما كتشوفوه الميديس ولا قنديل البحر كيكون سام، المهم نردو البال منو. ولو وصلنا حتى لهنايا، المهم هنا الختام ديال الفيديو، ما تنساوش اللايك الكومونتير وتابوناو باش يوصلكم الجديد. هذا الشيء اللي كنتمنى ان شاء الله، والله ييسر الامور للجميع ان شاء الله، والله يوفق الجميع، والله يرزق الجميع من حيث لا يحتسب. بيت لكم الراحه الاسبوع القادم ان شاء الله، فيديو جديد ان شاء الله.